أكد المجلس الأعلى للبيئة حرص مملكة البحرين على تنفيذ التزاماتها تجاه بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، وتنفيذ الخطط والمبادرات الوطنية التي من شأنها تحقيق المزيد من المكتسبات والتقدم والنهوض بالعمل البيئي ومواجهة التحديات البيئية بكافة أنواعها. جاء ذلك خلال افتتاح الندوة التي نظمها المجلس الأعلى للبيئة بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو بشأن التخلص من المواد الكيميائية المستنفدة لطبقة الأوزون والمستخدمة في قطاع الرغويات والعزل الحراري. نظراً لما تتسبب به الممارسات التقليدية في الصناعة من ضرر بالغ على البيئة من خلال توليد المواد الكيميائية المستنفذة لطبقة الأوزون والمستخدمة في قطاع الرغويات والعزل الحراري، بدت هناك حاجة ملحة للتدخل السريع نحو وضع خطة ممنهجة تلتزم بها مملكة البحرين لتحقق من خلالها النهوض بالعمل البيئي ومواجهة التحديات البيئية. ومن بين المبادرات الوطنية الطموحة إقامة ندوة ينظمها المجلس الأعلى للبيئة بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو. اليوم قطاع الرغويات في بعض منتجاته، كان العزل الحراري أو في مجال الصناعة، استخدموا بعض المواد الكيميائية لها تأثير على طبقة الأوزون واستنفاد طبقة الأوزون. توجد اليوم 4 أو 5 بدائل حديثة صديقة للبيئة. خلال التعاون في السنوات الأخيرة مع هذا القطاعين الصناعي والخدمي، نجحنا أن نجرب أو نقوم بعض التجارب لاستخدام هذه البدائل، وفعلا نجحت. وإحنا مطمئنين جدا أن يعني بعد العام 2025 لما يبتدي المنع، أن المؤسسات والجهات المعنية ما راح تواجه أي صعوبة للوصول إلى يعني بدائل صديقة للبيئة. يشارك في الندوة عدد من المصنعين والمزودين من دول أوروبية وإقليمية، وبحضور عدد من المختصين في المجال الخدمي بالقطاعات الصناعية، لتعد هذه الندوة فرصة سانحة لتبادل الخبرات والتعرف على أفضل الطرق الصناعية الصديقة للبيئة. إنني أقدر حقا التعاون الدائم بين اليونيدو والمجلس الأعلى للبيئة، وأنا أعتقد أن البحرين ستتمكن من خفض المواد الكيميائية بحلول عام 2025 إلى نسبة 67.5%، ونحن خلال هذه الندوة سنبحث مختلف الحلول والبدائل لمملكة البحرين، وهي بدائل صديقة للبيئة في مجال الصناعة. سيمينار من ضمن نشوف الشركات ونشوف المتخصصين اللي من الأمم المتحدة اللي يعطونا يوجهونا إلى المواد الأنسب لنا للإنتاج وتكون محافظة حق البيئة. أوضح المجلس الأعلى للبيئة أنه بالتعاون مع يونيدو نجح في توفير كميات مناسبة من المواد الكيميائية البديلة لاستخدامها في مجال العزل الحراري بعد فحصها مختبرياً والتأكد من ملائمتها للبيئة والأجواء البحرينية المعروفة بارتفاع حرارتها خاصة في فصل الصيف، وتوافقها مع رغبات المستخدمين وتماشيها مع المعايير والاشتراطات الرقابية. ضمن الخطة الوطنية المعتمدة للتخلص من المواد المستنفذة لطبقة الأوزون في قطاع الرغويات والعزل الحراري، تعقد هذه الندوة من أجل مناقشة سبل التخلص من المواد الكيميائية بشكل تام بحلول العام 2025 باستخدام وسائل بديلة وصديقة للبيئة. إيمان شرف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.